مركبة كاسيني الفضائية مشروع مشترك قامت به وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع شركة فضائية أوروبية وإيطالية. بدأت رحلتها منذ حوالي 20 عاما منذ إقلاعها من الأرض، حيث تنتهي في نوفمبر القادم. وبمناسبة مرورها بين كوكب زحل وحلقاته بعد فترة تجارب وأرسالها العديد من الصور الرائعة عن النظام الشمسي لكوكب زحل بهدف استكشافه لكل تفاصيله. محرك البحث الشهير جوجل احتفل اليوم بتغيير شعاره إلى رسوم كاريكاتيرية توضح مركبة كاسيني في احتفاليته دخولها بين كوكب زحل وحلقاته بنجاح كبير، ومن ثم جمع بعض العينات في المدار. وتعد مهمة كاسيني التي أطلقت عام 1997 أنجح برنامج أطلقته وكالة ناسا لدراسة كواكب المجموعة الشمسية.